مرحبا، أنا فهد آل التميمي، وفي هذه الحلقة سأقوم بشرح مبسط عن الذكاء الاصطناعي. قم بتحضير فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وهيا بنا نبحر في عالم المستقبل. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحاً شاملاً للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية، مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج. يستخدم غالباً هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي (ألما) والتعلم العميق. ومع ذلك، هناك اختلافات نقط. على سبيل المثال، يركز التعلم الآلي على إنشاء أنظمة تتعلم أو تحسن من أدائها استناداً إلى البيانات التي تستهلكها. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كل سبل التعلم الآلي ما هي إلا ذكاء اصطناعي، فإنه ليس كل ذكاء اصطناعي يعد تعلماً آلياً. للحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، تقوم العديد من الشركات باستثمارات كبيرة في فرق علوم البيانات. يجمع علم البيانات بين الإحصاءات وعلوم الكمبيوتر والمعرفة بالأعمال لاستخلاص القيمة من مصادر البيانات المختلفة. وأنت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول أن تستفيد من التقنية وأن تفيد مجتمعك. طابت أوقاتكم.